أستاذ عبد الواحد الرادي رحمه الله هو إنسان مناضل ومثقف، أنا عاشرته لما يزيد على 50 سنة في أيام صعبة وفي أيام بناء الديمقراطية بالمغرب، كان بالنسبة لي مدرسة من ناحية النصائح ومن ناحية الفكر المتنور الحداثي الديمقراطي، وكان فيه واحد الميزة اللي هي أساسية وهو أنه الصبر، كان الصبر. الإنسان رجل إنسان يحب البشر، يساعد الضعفاء، لأنه في البرلمان من اللي كنت أنا نائب مجلس رئيس مجلس النواب وهو رئيس، أنا عشرته لمدة 10 سنوات برلمان، كان عنده يوم مخصص لاستقبال الناخبين والمعوزين اللي كيجيو كيقصدوا الباب ديال الدار ديالو، اللي كيجيو عنده كيستقبلهم. كإنسان رجل يعني رجل وفي، لا يمكن أن يطعن أي أحد، صريح لبق هذا الإنسان، ويعني مثقف حيث أنه كان له حب خاص للمجلات والكتب. عندما نسافر في إطار المهمات الرسمية بالبرلمان كنا دائما كان يكتب وكيقرأ في السفر ونقشه مع واحد لعتلة من الإخوان اللي كانوا من المقربين للأخ عبد الواحد الرادي الله يرحمه. أنا تعلمت منه بزاف الحوايج، تعلمت منه أولا عدم تسرع في اتخاذ القرارات، لأن هذا الشيء جعله أنه لما كان زعيم كاتب أول ديال الاتحاد الشراكي ابتداء من 2008 حاول ونجح في الحفاظ على وحدة الحزب من التصدعات الداخلية، هذا كله بالصبر دياله. كإنسان يعني كيحب الخير للآخرين، مثقف، رجل مثقف. علاش أنا عشرته خصوصا في المناسبات الرسمية، ملي كيدير عرض الوفود الأجنبية لا هنا في المغرب في البرلمان أو في الخارج، كي يستطع يقنع الناس اللي كانت عندهم رؤية مخالفة للرؤية ديالنا فيما يخص الوحدة الترابية ديالنا، وكيقنعهم بواحد البيداغوجية أساسية اللي هي جاية من أستاذ جامعي، أستاذ الفلسفة، أستاذ كيتقبل وكيفهم المحاورين ديالو. فيما يخص العمل السياسي، الأخ عبد الواحد الرادي أسدى خيرات كثيرة للبلد عندما عينه المرحوم صاحب الجلالة الحسن الثاني كأمين عام للوحدة الإفريقية عندما كانت وحدة بين المغرب وليبيا، وملي 1984 ملي المرحوم الأخ عبد الرحيم بوعبيد مشى وزير الدولة تعين هو وزير التعاون، لعب دور أساسي كبير بالنسبة للتعريفي بقضية المغرب، بقضية المغرب وبناء أسس الديمقراطية في المغرب. علاش؟ لأنه كان في طريق الوحدة مع المرحوم المهدي بن بركة، وكان الرجل وفي الأخ عبد الرحيم بوعبيد، وكان الأخ كذلك مع الأخ عبد الرحمن اليوسفي، كان رجل ديال السر ديالو ورجل اللي كان كيرتاح له بزاف، إضافة إلى الأخ سي محمد اليازغي، لهذو الناس والأخ الأموي الله يرحمه، هذو الناس اللي استوا خيرات كبيرة للبلد في إطار بناء هذا المغرب الحديث. فيما يخص العلاقات الدولية، تنظن بأن الأستاذ عبد الواحد الرادي لعب دور أساسي في العلاقات الدولية في تقريب وجهات النظر بين بعض الأشقاء في المغرب العربي عندما كان رئيس الاتحاد البرلماني العربي، وعندما كان رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. الاتحاد البرلماني الدولي مشينا درنا له، درنا دافعنا على موقف المغرب في وكادوغو، حضوره هو والاستاذ العلوي الحافظي والاستاذ امين دمناتي والاستاذ محب سي محمد، وكان هذاك نهار 11 سبتمبر 2002، احنا كنا في وكادوغو، وبطريقه باش كيف نجحنا في اقناع الناس في هذيك الظروف الصعبه، وكان المؤتمر في مراكش، المؤتمر 107 للاتحاد البرلماني الدولي في مارس 2002 اللي جاء افتتحه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واللي حضرت فيه واحد ما يزيد على 180
رئيس برلمان، وكانت لقاءات ثنائية بما فيها لقاءات ثنائية بين الإخوة رئيس البرلمان الفلسطيني ورئيس الكنيسة. هانا ذاك، لأن المغرب لعب دور كبير فيما يخص الدفاع عن القضية الفلسطينية اللي كانت تعتبر هي مع القضية الوطنية القضية الأولى ديال المغرب. وهذا هو اللي كان الهاجس اللي كان عند سي عبد الواحد الرادي، دائما كنا ما كنفرقوش بين القضية الفلسطينية والقضية الوطنية اللي هي الصحراء المغربية. مؤخرا كان عندنا كنتشوفوا بانتظام مع الاخوان ديال الدار البيضاء، كنمشيو نشوفوه وكنبقاو معاه مطولا برغم المرض اللي عاني منه، وكان كيحكي لنا واحد العدد الامور. اخر عشاء كان عندي في البيت، بقينا من 9 الليل بحضور الاخ دريس شقر والاخوان الاخرين، بقينا من 9 الليل حتى 2 الليل نتناقشوا بحال ما كاينوا. هذا ما تقريبا واحد شهر ونص. ولهذا انا بالنسبه لي ضياع ديال الاخ عبد الواحد الرادي هو خساره للمغرب كامل، خساره للفكر التقدمي، خساره للديمقراطيين، خساره للحداثيين. رحم الله الاستاذ عبد الواحد الرادي واسكنه فسيح جنته، وانا الى الله وانا اليه راجعون.